الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. الإنسان بطبعه أناني، طبع الإنسان هكذا، يحب نفسه وأناني، يريد الأشياء لنفسه. وعادة إذا رأى خيرا رأى شيئا يفكر في نفسه قبل غيره، طبع الإنسان هكذا، طبعه أنه يحب ذاته ويحب نفسه. حتى أعز أصدقاء أعز مقربين عندما يرى شيئا خطيرا يهدده فهو يحاول أن ماذا؟ أن يقدم الغير، وهو يتحفظ حتى لا يصيب المكروه. هكذا هو الإنسان. نعم، قد يقال أنه نرى أشخاص أنه هم يتقدمون ويتعرضون للخطر في سبيل الآخرين، هاي حالة نادرة طبيعة الحال، حالة ليست طبيعية، هاي حالة ذاك الإنسان مربي نفسه، ذاك الإنسان عليه حال صاحب هدف ومبدأ، لذلك يتقدم يفدي نفسه في سبيل الآخرين. هذه حالة ليست عادية، ذولهم ربين أنفسهم، تعبانين على أنفسهم، وأصحاب هدف ومبدأ وفكر. أما الإنسان العادي لا، دائما يشوف أنه إذا شاف أكو خطر يحاول حتى يختفي وراء والده، يعرض والده للخطر، يختفي وراء أمه، يعرض أمه للخطر. هذا طبع، الأنانية طبع في الإنسان، ولكن يقدر يتغلب عليه الإنسان. بلي، إنسان يجاهد نفسه، إنسان يربي نفسه ويعرف أنه الحياة ما تسوى، الآخرين على حال لهم قيمة، أن يعمل في سبيل الآخرين، يدافع عن الآخرين ويفدي نفسه من أجل الأمة. هذه كلها إلها مناقب وإلها درجات وإلها ثواب. بلا إشكال تتغير أفكاره، فإذا تغيرت أفكاره على حال تعامله وتصرفه يتغير طبيعة الحال. وإحنا شفنا مجاهدين، شوف جاي تيجي مفخخة مفخخة بكل معنى الكلمة، يرمي نفسه أو يقف أمامها يحاول أن يضربها، وهو قد يضرب قد يقتل، بس ما يخالف، أنا دافع عن أصدقائي، دافع عن رفاقي، دافع عن جماعتي. هذا قلت جعل في نفسه مبدأ وفكر وعقيدة تدفع أن يدافع عنها في سبيل على حال تلك العقيدة حتى لا يضحي. ونشوف أنه حتى أن أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، عندما الإمام الحسين يسأل بعض أصحابه شلون يشوفون الموت في سبيلي، شلون يشوفون الموت في قضيتنا، كان يقولون يا ابن رسول الله أنه عليه حال أشهى من العسل وأطيب من العسل. شلون يصير أطيب من العسل؟ هو موت، هو جراحات، هو قتل، هو تقطيع، ولكن الهدف ووعي الإنسان وتربية الإنسان لنفسه تصبح الرؤية مختلفة. فالأنانية أنانية على حال متجذرة في الإنسان، لابد أن شوي شوي حسب تعبيرنا يخففها. أنا شنو اللي أريد أقوله الليلة؟ اللي أريد أقوله الليلة أنه نحن في أدعيتنا، في أدعيتنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى دائما ندعو لأنفسنا، يا ربي انطيني، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارزقني، يا ربي ادفع عني، يا ربي شافني، يا ربي احفظني، يا رب. كل أنا، هاي النون والياء على حال كلها ترجع إلى نفسي،
شافني عافني ارزقني اعطني. يا ال شنو تمليك الي انا. هذا طبع. فاذا تقول لي يا ابي انت الان اسمعوا جيدا، هذا راح اقولها بشكل واضح. لو قيل لي انه عندك ساعه، عندك ساعة مهمة جدا وراح تكون في موقف مهم جدا وقد يستجاب الدعاء، يستجاب الدعاء زين، وأنا لازم أقعد أفكر شون أدعو ولمن أدعو وشون أدعو بماذا أدعو. أعطوني فرصة لمدة ساعة. صدقوني أعتقد 99%، 99 خليت 1% من باب الاحتمال، 99% من الناس لما تقول له اعطيني الأدعية اللي راح تدعيها في خلال هالساعة راح أشوف كلها الصب بمصلحته. أريد بيت، أريد زوجة، أريد فلوس، أريد قضاء الدين، أريد العافية، أريد 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 كلها. 99% من الناس. هذه الحالة قلت ليست حراما أصلا، مو حرام وما في مشكلة، ولكن الإسلام يريد أن يدفعنا أن نفكر في الآخرين وندعو للآخرين ونهتم بالآخرين. هذا إنصافا الروايات الشريفة وتعاليم الأهل البيت تدفع بهذا الاتجاه. لما يقول لي عندك أنت ساعة دعاء قد يكون مستجاب، أنا لازم أستحضر الأمور المهمة. اللهم نفرج عن إمام زماننا. شوفوا لما يفرج عن إمام زماننا خب بلا أشكال فرجه فرجنا، فرجه فرجنا. لما هو الله يفرج عنه راح يتفرج أي فرج عنا إحنا، عن الإمام. إذا الله فرج عنه صلوات الله عليه إحنا راح ينفرج عنه. اللهم مثلا أرزق المؤمنين البصيرة والحكمة والعافية. المؤمنين إذا صاروا أصحاب حكمة وعقل وبصيرة مجتمع هواي راح مشاكل تخف، قضايا تخف، وتعمل شنو؟ تعمل السعادة. فالتفكير أن أدعو للآخر، أن أدعو للآخرين، هذا أمر مهم جدا، وليس قضية فقط أن تنكر نفسك وتقلل أنانيتك، ليس فقط هذا، بقدر ما أنه الله سبحانه وتعالى يرغب في هذا الاتجاه، يعني يرغب أن الإنسان يدعو لغيره. وأئمة أهل البيت صلاة الله عليهم علمونا الطريقة هذه. الإمام الحسن المجتبى ينقل عنه أنه كنت صغيرا عند أمي فاطمة صلاة الله عليها تدعو، يقول سمعت أمي فاطمة تدعو للناس، تدعو للناس ولم تدعو لنفسها، لا دعت لنفسها ولا دعت لماذا؟ لمن يتعلق بها، كل للناس، للأمة، للمؤمنين، للمستضعفين، للفقراء، للأيتام، للمرضى. يقول الإمام الحسن سألتها يا أمه لم أراك تدعين لنفسك، ليش ما تدعين نفسك؟ الرواية تقول قالت يا بني الجار ثم الدار، الجار ثم الدار. أنا أدعو للآخرين بعدين أدعو لنفسي. هذا علمونا أهل البيت صلى الله عليهم أجمعين. أحد المحدثين يقول أنا واقف في عرفة، اسمعوا جيدا هاي الرواية هواي لطيفة، واقف في عرفة، وتدرون عرفة وقت عرفات هي منطقة، وفي يوم عرفة في منطقة عرفات وانت قاعد في يوم التاسع من ذي الحجة، يوم عظيم، يوم عظيم، ويستجيب الله فيه الدعاء. زين جدا، مكان مهم واستثنائي ووقت استثنائي ومكان استثنائي وعلى حال ظرف استثنائي وتدافع فلوس ورايح للحاج ملايين منطي. فيقول رأيت هذا المؤمن من أصحاب الإمام
يقول رأيته يدعو لإخوانه المؤمنين طول الوقت، يدعو لإخوانه المؤمنين بشكل مستمر. يقول إلى أن صار المغرب، يعني خلص الوقت، إلى الغروب خلص، موقف عرفات ينتهي، بعد ينسحبون الحجاج يروحون إلى مكان آخر، إلى المشعر الحرام مزدلفة. يقول أنا صار عندي فضول، قلت له يا عبد الله ما سمعتك تدعو لنفسك، ما سمعتك تدعو لنفسك، كله تدعو للآخرين، ليش؟ يقول قال لي اسمعوا جيدا، يقول قال لي مولاي، يقصد الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم، له الإمام الكاظم له الإمام الصادق، يقول سمعته الإمام يقول له أنه إذا دعا المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب، بظهر الغيب يعني من ما يدري هو، أنا أدعو لإخواني المؤمنين هم ما يدرون، من دعا لأخيه المؤمن في ظهر الغيب وكل الله ملائكة، وكل الله ملائكة يؤمنون على دعائه، يقولون إلهي آمين، هو كل ما يقول اللهم فرج عن إمام زماننا هم يقولون آمين، اللهم أرزق شيعة علي الرزق الواسع، ذولاك يقولون آمين، يأمنون على دعائي ويقولون لله يا رب أعطه مثلي ما يدعو للمؤمنين. يعني أنا شقد أدعو، إذا أنا أدعو للمؤمنين بألف الملائكة يقولون يا رب انطي ألفين. والعبارة هواي لطيفة لو تسمعوها جيدة، شو يقول؟ يقول فقال إن أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام أخبرني أن من دعا، اسمعوا جيدا، أن من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش، من الملائكة نودي من العرش ولك 100,000 ضعف، هذا مو ضعفين، 100,000 ضعف. فشو يقول المؤمن هذا؟ فكرهت أن أدعى 100,000 مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا تستجاب. يعني أنا أدعو لنفسي، إذا دعوة النفسية دعوة واحدة تستجاب لها ما أدري، فأنا الذكي أنا النبه لازم شو أسوي؟ أدعو للمؤمنين حتى رب العالمين يسخر ملائكة يدعون إلي، فأنا في الواقع راح يصير دعائي مضمون. ليش دعائي مضمون؟ لأن الملائكة دعائهم مستجاب، بس أنا دعائي ما معلوم أنه مستجاب. الشيخ الكليني عنده رواية هواية لطيفة في الكافي. الشيخ الكليني شو يقول؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والرواية ينقلها الإمام الصادق، إن العبد، اسمعوا جيدا، أنا واقعا أريد أدعو الإخوة المؤمنين أن يفكروا في الآخرين ويدعوا لإخوانهم، دائما أدعوا لإخوانكم. يقول إن العبد لا يؤمر به إلى النار يوم القيامة، الله يقول أخذوا هذا للنار، فيسحب، تيجي الملائكة اللي هي ملائكة النار بالشداد الغلاظ يسحبونه، فيسحب فيقول المؤمنون، جاي يسحبونه المؤمنين الواقفين في المحشر، المؤمنين الواقفين في المحشر، فيقول المؤمنون والمؤمنات يا رب، يا رب هذا الذي كان يدعو لنا، هذا دائما كان يذكرنا بالدعاء، هذا دائما يذكرنا بالصلوات والدعاء وما إلى ذلك، يا ربي هذا الذي كان يدعونا يدعو لنا فشفعنا، يعني اقبل شفاعتنا فشفعنا فيه، يطلبوا من الله أنه يا ربي احنا مؤمنين وهذا خطية مسوي مشاكل مسوي قضايا وجاي يسحب إلى النار، فيا ربي بس كان يسوي قضية حلوة يدعو لنا يدعو إنا، فالآن يا ربي شفعنا فيه، فيقول الرسول فيشفعهم الله عز وجل فيه فينجو. يقول ما دام هذول شفعوا له يلا كرامة للمؤمنين، فينجو من النار، فينجو من النار. في الواقع الروايات التي أريد يعني إذا أريد أذكرها في هذا المعنى في شيء عظيم، مثلا أكو رواية تقول أنه من دعا لأخيه المؤمن
الله يدفع عنا المكاره. شنو المكروه؟ حادث، ما أدري، صاعقة، مشكلة. تدرون اليوم يطلع ابنك وعليه حال فلان انضرب، يطلع ما أدري كذا، والله بنتك لا سمح الله انكسرت رجلي وما إلى ذلك. يقول في الحديث الشريف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الدعاء المرء لأخيه بظهر الغيب. بظهر الغيب يعني شنو بظهر الغيب؟ يعني بدون أن هو يدري، هو غايب وأنا أدعو له، مو هو قاعد اللهم احفظ هذا، هذا يسموه دعاء شنو؟ بحضوره. مرة لا، هو قال لي أسألك الدعاء وراح وأنا ما أعرفه، أقول يا رب بحق أوليائك الطاهرين فرج عن أخي المؤمن، أرح باله، اقضي حاجته، ارزقه الذرية الصالحة، أدعو. يقول الإمام: دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق، يدر الرزق ويدفع المكروه. هذه إخواني واقعا روايات عظيمة تعطينا هذا الدافع وهالرؤية، أنه لن نصير أنانيين في أدعيتنا، لن نفكر. الله شاهد، يعني بعض الأحيان أشوف أنه دعائك لإخوانك المؤمنين الله سبحانه وتعالى يجعل البركة في حياتك بشكل عجيب. اسمعوا هذه الرواية في تفسير الآية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو رابع وهو خامس أئمة المسلمين. شي يقول؟ قال الله تعالى، اسمعوا الآية: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الله يستجيب لمن؟ يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الإمام الباقر يفسر هالآية، شو يقول؟ قال له مولاي منو ذول المؤمنين اللي يزيدهم الله من فضله؟ قال: هو المؤمن، اسمعوا إخواني، هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك، اللي الله موكل ملك، فيقول له الملك آمين، ويقول الله العزيز الجبار: ولك مثل ما سألت وقد أعطيت ما سألت بحبك إياه. إيش قد أنت طلبت الله أن ينطي لأخيك، الله ينطيك ضعف، لأنك تحب أخوك المؤمن، الله يستجيب لك، الله يستجيب لك. هذه هي ثقافة الإسلام، أن ندعو لإخواننا. إيش قد عندنا مجاهدين الآن في السواكر قاعدين، هذه العواصف، هذا الحر الشديد، انصافا اليوم الظهر طلعت واقعا واقعا حسب تعبيرنا دمعة عيني، الحر الشديد. قلت الله يساعد الفقراء والله يساعد المجاهدين اللي قاعدين بمواقعهم، ودعوت لهم انصافا، دعائنا لهؤلاء والتفكيرنا بهؤلاء، الله ينصر مجاهدين، الله يحفظهم، الله يبصرهم، يبصرهم الأمور ليكونوا في لا سمح الله في عمى، الله يدفع عنهم البلاء وينصرهم على أعدائهم. يقول: أسرع الدعاء نجحا، أي رواية عن الإمام باقر، أسرع الدعاء نجحا للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به آمين ولك مثلاه. هم يأمن على دعائك، هم يقول لك مثلاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نمتلك هذه الرؤية، رؤية التفكير بالآخرين والدعاء للآخرين. وأفضل الدعاء، وأفضل الدعاء بنحو مطلق، هو الدعاء لإمام زماننا، لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان: اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، أوسع منهجه، واسدك بنا محجته. إلهي آمين. نعم، إذا عندي متصل تفضل. نعم تفضلي يا أخت أم هادي. أم هادي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد، أنا قبل 5 سنوات
اسمعيني من التليفون واتركي التلفزيون حتى لا تتأخرين في الكلام. تمام نعم سيد. اتركي التلفزيون بالمرة أبدا، لا تلتفتين للتلفزيون، تفضلي. نعم سيد، بس أريد يعني تطول بالك وياي شوية، يمكن الحكي اللي جاي أحكي يمكن يطول شوية، فأرجو أن تستمعي. لا أنا ما أريد القصة، ترى وقتنا جدا ضيق، قصة ما أريد، سؤال عندك تفضلي. إن شاء الله راح أختصر لك. سيد أنا قعدت البيت قبل 5 سنوات. بلي. وأول ما قعدت البيت يعني ولحد هذا اليوم يعني أنا ما حاسة براحة. بصراحة يعني حلمت حلم، هو هذا الحلم اللي من وراه يعني يعني ما أدري ما ارتاحت أبد، بنات اثنيناتي متمرضان. الحلم هو باختصار يعني دا أكثر من مرة تردد علي، يعني هو مو نفس الحلم بس مضمونه أن يقل لي الحلم أكو دين بالبيت. ما أعرف يعني ما أعرف شو اللي أسويه بالضبط، ودائما تصير مشاكل، ما مرتاحة نفسيتي، أشعر بالخوف، يعني ما أعرف شنو بالضبط اللي أسوي، ودائما أنا بخوف شديد، يعني خوف يعني من شيء مجهول تقريبا. واضح يعني كلامش كله صار يا أم هادي، كلامش كله صار واضح. أنت ما مرتاحة ببيتك 5 سنوات، وتحسين اكو جين، وتحسين اكو شار، وتحسين كذا، وهذا كله كله من الاحلام. انا حيل خايفه على بناتي. اي عندي بنات 2. الله يعطيها العافيه ان شاء الله تعالى. الله يسلمك يا سيد. اريد يعني احافظ عليهم، ما اكو فد شيء يعني الله يحفظهم. ما اعرف احس اكو فد شيء مسيطر عليهم، يعني فد شيء واضح واضح واضح. حياك الله حياك الله، واضح ان شاء الله، مشكوره. نعم نعم تفضلوا. السلام عليكم. اختي تقريبا صار لها 12 سنه من زواجها، مشاكل ليل ونهار هي وزوجها. هسه احنا اقترحنا عليها انه هي تطلق، احسن حل هو، لان ماكو فائده يعني من 12 بس سنه. بصمه غير واضحه يا اخ علي، انا اسمعها بس المشاهد ما يسمع. فهي ما تقبل، تقول اني ما راح انفصل عن زوجي. لا انا فهمتها يعني، بس المشاهد ما جاي يسمع. هي تتحمل وهيجي، هي يعني وضعيتها تعبانه، صارت عندها حاله نفسيه، صارت عندها هواي امور، يعني عندها 4 اطفال. احنا طبعا يعني وياها مساعدينها بالاطفال وكل الامور. هسه هو يعني يضربها دائما من اول ما بدا بداية زواجها، يضربها على أتفه الأمور يعني بدون سبب، وسبب يضربها. يعني إحنا ردنا نوصل ويا الحل ماكو، ومع العلم هو ابن خالي وإحنا ساعدناهم بأمور وايد. واضح سؤالها، واضح الإطالة مالته. أنا خلي أجاوب يا أخ علي لا تتكدس الاتصالات. الأخت أم هادي في اتصالها الأول تقول أنه أنا قبل 5 سنوات انتقلت إلى بيت وما أحس براحة أصلا، وأشوف أحلام. هاي الأحلام هي المشكلة. يقول أشوف أحلام أن في بيتنا أكو جن وأكو كذا، وخايفة على بناتي، وشنو اللي أسوي؟ شوفي أختي الكريمة، أختي الكريمة، أكو شيء اسمه إحنا يعني في عالم الإنسان شيء اسمه التلقين والوهواس والتوهم والتخيل. هذا في كثير من الأحيان يدمر الإنسان. أنا أتخيل أكو شيء بالبيت، أنا أتخيل أنه أنا ما مرتاحة، أوحي لنفسي أنه بنتي مريضة لأنه أكو شيء بالبيت. ليش؟ لأن أكو حلم أنا شفته، الحلم هو حجة الله علي. هذا التفكير يا أم هادي يجعل الإنسان ما مرتاح. وشوفون أئمة أهل البيت يدعون الناس إلى التوكل على الله والذكر الله والإطمئنان، والإنسان عليه حال يدفع الصدقة حتى يرتاح باله، والصدقة تدفع البلاء. هذه الثقافة إحنا لما نبتعد عنها، لما نبتعد عنها ونروح وراء الأوهام وشنو فلانة قالت والحلم شنو قال وشون إجا الحلم، هذا ترى واقعا ما يريح الإنسان، ما يريح الإنسان. أنت الآن جربي واقع سمود، تقولي 5 سنوات ما مرتاحة، جربي شهر أنه تفائلي بالخير، كوني على يعني أوحي نفسك مرتاحة.
عطر البيت، ما أدري نظف الصالة، عدل الكذا، انطي انطباع جديد لنفسك في التعامل مع هذا البيت، راح تشوفين نفسيتك تتغير، وضعك يتغير. ليش سيد يعني هذا كله توهم؟ نعم هذا توهم، هذا توهم، ما عندنا شيء والله. هذه العتبة عتبة البيت مو خوش عتبة، وهذه العتبة، هذه قضايا إنصافا ما إلها، ما إلها يعني لا أساس ولا إلها دليل شرعي. أئمة أهل البيت علمونا الدعاء، علمونا التوكل، علمونا الصدقة، علمونا أن نستبشر بالخير، أن نتفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. هاي المن قايلها إليك وإلى أمثالك، يعني لك ولأمثالك، واضح بابا؟ فلا تخافين على بناتك، أنت ربيهن بالطريقة الصحيحة، ولا تخوفيهن، ولا تزعجيهن، لا تعقديهن، لا تخليهن يعيشن وهواسك. هذا الوهواس وهذا النوع من اللا استقرار هذا قد ينعكس لا سمح الله على بناتك وعلى وضعك. والله يعطيك العافية. بصمة الأخوت تقول أختي تزوجت منذ 12 سنة، 12 سنة متزوجة أختها، مشاكل مع زوجها بشكل مستمر، وتقول من يوم الأول يضربها، من بداية زواجها يضربها، وعدها 4 أطفال و12 سنة والآن تطلب الطلاق. أنا اسمحوا لي راح أكون شوية حسب تعبيرنا يعني خلاف المتعارف، راح أحكي شوية صراحة أكثر. يا بنتي أنت لما تقولين أنه زوجي من أيام الأولى يضربني ويهيني، شنو اللي بقاك 12 سنة معاه؟ يعني هل من الصحيح، جاء أتكلم طريقة ثانية مو الطريقة الأخرى اللي تعودنا عليها، الطريقة الأخرى أنه صبري وش تسوين، على حال أنت تحملي وعندك 4 أطفال، هذا الطريقة المتعارفة. أنا أتكلم طريقة أخرى، أقول بابا أنت شنو اللي صبرك، يعني شنو اللي خلاك أن تستمري مع هذا الرجل اللي مني أيام الأولى هو يضربك، مني أيام الأولى هو متعسف عليك تعسف وأذية وإهانة، شنو شنو الداعي؟ يعني شنو الداعي أنا أعيش ويا واحد تعبان؟ شنو الداعي أنا أعيش ويا واحد إنسان وحشي وأنجب من عنده 4 أولاد 4 أطفال؟ ليش ليش نعقد الأمور؟ من يوم الأول الإنسان أو يعني من بداياته إما يتفاهم، يتفاهم ويعدل شخصيته ويعدل أسلوبه، أروح أقول لأهلي، أقول للأهلة نجيبهم يقعدون يسولفون يحلوها، وإلا أهلا وسهلا خلاص روح سبيلك وروح سبيلي. فإحنا في كثير من الأحيان تصرفاتنا تصرفات غلط، نخليها تتراكم 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 المشاكل إلى أن تنفجر. من تنفجر مو خوش تنفجر، أريد أطلق وأريد كذا ومدري إيش. نعم الطلاق كان من لابد أن شنو، ليش المعاناة يا بنتي؟ ليش المعاناة؟ أنت كنت شابة والسنة الأولى سنة الثانية أذاك أذية كبيرة ومو قابل للإصلاح، مو قابل لأن يؤدب نفسه، خلاص. نعم الطلاق مكروه ولكن جائز، يعني طريق هذا طريق شرعي. فإحنا عتابنا عتابنا أنه ليش العوائل يجعلوا المشاكل تتراكم وتتراكم، بعدين تعالوا شو نسوي وأربعة أطفال عندنا؟ الله يصح الأمور. يعني الآن شنو اللي أقوله؟ تريد تطلق هي على حال حرة، شوف أن هذا ما يفيد وياها، وعلى أساس يصير زين ويصير زين وخوش رجال، بعد سنة وبعد سنتين وخمس سنوات الأولى خمس سنوات الثانية 12 سنة هو بعده إنسان متوحش، شنو اللي أسوي؟ على حال الأمر لها، الأمر لها، هي تقرر، ولكن لابد أن تفكر ما هو الأصلح. الأصلح شنو؟ أنا لما أريد أقرر قراري لازم أشوف شنو الأصلح. الأصلح الطلاق بعد هالعمر هذا وأنا كبرت وقد أنا ما على حال ما عندي حسب تعبير مشروع زواج جديد وأربعة أولادي راح يضيعون مثلا، أو أنه لا أطلق وأولادي أقدر أربيهم ومو مهم الزواج أنا أقدر أرتاح نفسيا، شوف وين المصلحة. الإنسان يقعد يميزن يعني ميزان ويحسب القضايا حساب جيد.
نعم متصل. أم رضا تفضلي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا بوقتنا الحاضر هواي ناس داعي الناس ويعني مدينين وداعنين وتصير مشاكل لعدم التسجيل إلى آخره. وقت الإيش؟ وقت الإيش؟ وقتنا الحاضر خصوصا يعني. وقتنا الحاضر نعم وقتنا الحاضر. يعني الداعنين كثيرين والمدينين كثيرين، يعني اللي ينطي فلوس واللي يريد ياخذ فلوس من واحد يدانة. التسديد إذا لم يتم في الدنيا من قبل المدين بالآخر شو راح يستدد؟ يعني الدان شو راح يحصل الدين ماته إذا مثلا المدين ما سدد مات أو الدائن مات؟ بالآخر شلون يسدد؟ هو إحنا بالدنيا يعني دائم بالفلوس دينار دولار إلى آخره، بالآخر شلون يسدده؟ ورحم الله والديك. مشكورة يا أم رضا. أنا أجاوب أم رضا. شوف يا أم رضا، عندنا تساؤل ما عندنا تساؤل خلي أجاوبها. شوف يا أم رضا، الدين والقرض مستحب، الإنسان يقرض المؤمن، فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فمن ذا الذي، وين الإنسان اللي يقرض الله قرض حسنا، يعني أنطيها لوجه الله حتى الله سبحانه وتعالى يضاعفها إلي، هذا ثواب جدا ثواب لقضاء حاجة المؤمنين. ولكن مشكلتنا أنه يجي يتوسل بك وحسب تعبيرنا ويتمننك ويلح عليك أنه انطيني وانطيني وانطيني، الله يخليك أنا يا كذا أبيتي مريضة وأنا مدري إيش وراح يجون كذا وتشي تطي. من تنطي القرض الحسنة، من تنطي قرض حسنة، ليش أقول حسنة؟ يعني ما بيها ربا، قرض الحسنة ما بيها ربا، ما بيها فوائد لوجه الله. فالقرض الحسنة من تنطيها على أساس تقضى حاجة هذا المسكين يومية رايح وجاي أنطيه. بس مشكلتنا وين؟ مشكلة التسديد هناك، هو كان يركض وراك حتى يأخذ من عندك، والآن لازم تركض وراه حتى تأخذ فلوسك. هذا اللي يجي يصير، وللأسف للأسف يقطعون سبيل المعروف، هؤلاء يقطعون سبيل المعروف. بعد وأنا ما أداين، ما دام هالشكل هذا أكني وهذا أكني هذا أكني، بعد ما أنطي. بس أنا راح أعلم الأخة أم رضا والأصدقاء الكرام، أعلمكم طريقة شرعية حتى لا تتأذون. في شنو؟ في أنه إذا ما سددنا شو نسوي سيدنا؟ تسأل الأخة أم رضا، إحنا إذا ما سدد شو نسوي؟ وين نروح؟ والإسلام يقول فنظرة إلى ميسرة، انتظروا إلى أن يصير بي اللي يصير عنده وينطيكم. ليش وقت؟ الآن صار 10 سنوات أنا منطي مثلاً كذا دينار إلى الآن ما مرجع لي إياه مثلا. الطريقة الشرعية هذه، انتبهوا جيدا، الطريقة الشرعية في إقراض الناس وضمان حقنا، وضمان حقنا، شلون نضمن حقنا لا يضيع. الطريقة الشرعية هي الرهن. الرهن، الرهن شنو الرهن؟ الرهن في الإسلام شنو؟ بحث هذا في الفقه. الرهن بمعنى الوثيقة، الرهن بمعنى الوثيقة. شنو الوثيقة؟ يعني يجي يقول لي سيدنا الله يخليك طالع مدري إيش وعندي كذا والبيت مدري هذا وآخر أقساط البيت والشركة راح تصادر البيت، يا مش قيد يريد 10 ملايين، تفضل 10 ملايين، بس قبل ما أنطيك إياها اسمعوا جيدا، هاي 10 بخدمتك، قبل ما أنطيك إياها جيب لي فد شيء بقيمة 10 ملايين، انطيني شيء بقيمة 10 ملايين، أنا جاتك 10 بخدمتك، على رأسي في سبيل الله، في سبيل الله أريد أحصل ثواب، بس هاي 10 عزيزة، هاي 10 عزيزة أنا أريدها، مالتي هاي، وأنا أخاف ما تطيني، فانطيني وثيقة. قل لي شو الوثيقة؟ ما أدري. انطيني على أي حال ذهب، ذهب زوجتك كذا، جيبه خليه وثيقة يمي. قول سيدنا هذا الذهب قيمة 10 ملايين، خليها يمك، إذا ما انطيتك أنت بيع الذهب وأخذ حقك، وإذا انطيتك أنت رجع ذهبي. هذا يسمى بالرهن، اللي الآن البنوك يسووها. شو يسوون البنوك؟ يقول إحنا ما ننطي سلفة إلا ما تجيبون ضامن. شنو يعني ضامن؟ يعني يضمن، يضمن الفلوس، أنت ما تنطي يأخذ من ذاك. الرهن هذا
مرة يجيب كفيل، مرة لا يجيب رهن، يعطي الطينة ذهب عندكم انطونا، أو عندك مثلا هذا السيارة خليها باسمي، سيارة طينية باسمي، يا يعني السيارة سيارتي ما يخالف على رأسي، السيارة تبقى باسمي، شو وقت ما جبت العشر ملايين أنا شنو أرجعها إليك، ما جبتها أنا أبيع السيارة وأخذ حقي. واضح؟ بهذه الطريقة يا أخت أم رضا يمكن الإنسان أن يضمن حقه فيما إذا أقرضه للآخرين والآخرون لم يسددونه. نعم تفضلوا. سنوات أو سبع سنوات تقريبا. صوت نزل يا صار اثنين. وتعاملي مع أسرتي نوعا ما نقدر نقول بجدية من ناحية عائلية وأخلاقية، خروجنا من البيت وطاعاتنا طلباتنا كلها يعني راسمها في البرنامج معين. مثلا إذا زوجتي قالت لي يابا أريد أروح لهنا أنا لهذا المكان، أنا أرى بأن هذا المكان إذا أثناء يسبب لنا مشكلة معينة يعني ما أحب أرفض. بالنسبة كأرحامها ما أكون مشكلة نواصلهم بالشهر يعني ثلاث مرات تقريبا أو أربعة، يعني زيارة عمامها خوالها، ولكن مناسبة الأفراح مثل العرس أخاف عليها من ناحية يعني نظرات الناس كلامها مع الناس كذا، ما أخليها تروح للمناسبات الأفراح خصوصا العرس أولاد عمامها أو خوالها، ما أخليها يتزوج يعني ما أقبل هذا الشيء. هل هذا يعتبر ظلم لزوجتي أو لا؟ أو إذا عملت بين أنا أرى فعل معين وأشدد على أن هذا الفعل ما له خطأ أو مو صحيح بالنسبة للتعامل مع تعامل معين مع الأطفال أو تعامل مع الضيوف أو تعامل مع زوجها، فأبين لها الصح مع علمي تهمني بالخطأ ولا أقول لها ما هو الصح، فلا يقول لي ما أقدر أتناقش وياه دائما يستهيني بالظلم. هل هذا الفعل أو التصرف مع زوجتي مع علم أنا ما أستشير الدين قبل ما أتصرف أي تصرف معين من الناحية تعاملي أو كفكرة معينة أو كطرح معين لعائلتي إلا ما أستشير الدين، إذا قال الدين أفعل أفعل يعني، ولهذا أجد مشكلة معينة مع زوجتي، هل يعتبر هذا ظلم أم هذا الفعل جيد بالنسبة لإصلاح مع علم أسلوب مالتي أسلوب كلش جيد بالنسبة لتعاملي معها. زين جميل، بصمة لطيفة ورسالة حلوة. شوف يا أخي الكريم، أنت عندك شعور بالمسؤولية تجاه عائلتك، وعندك خوف شديد اتجاه على أنه أهلك وأولادك وبناتك لا يتأثروا بالسلبيات الموجودة بالساحة، وهذا خوف في محله، خوف في محله. أنا ابني من يطلع للمدرسة ويا الطلاب أخلي إيدي على قلبي، ليش؟ شنو صاير؟ لأنه أنا تعبان على ابني، وقد هذا زميله هذا صديقه يحكي له حكاية يراوي شيء بالفيديو بالتليفون يخرب أخلاق ابني، وكل تعبي على حال يذهب أدراج الرياح. فخايف، خايف من تعامل الزميلات، خايف من تعامل الناس، خايف تروح الأحراس، هاي الأعراس تتصور، هاي الأعراس ما أدري، بعض الأحيان للأسف بث مباشر أعراس نساء فيها، والله جاء بث بث عمي وأنا بث الكذا والآخرين يشوفون يخاف يقول أنا ما أحب هذا. هذا الشعور في محله، هذا الشعور في محله. وأتذكر الله يحفظ أحد الأخوة الأساتذة في الحوزة قبل تقريبا 30 سنة، قبل 30 سنة إلي قال لي أنا بناتي أبدا ما أسمح يرحل للأعراس، بناتي الصغيرات ما أسمح، يقول سيدنا يشوفون أشياء كذا يتعلمون أشياء مو زينة وكلمات مو زينة وحركات مو زينة، ما يقبل كان. والآن بعد ما شاء الله بعد 30 سنة وين، والآن أسوأ بكثير صارت الأوضاع. فالأخي عنده خوف في محله، ولكن أنا عندي عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، شوف أخي الكريم، أنك تقول لزوجتك لا تروحين للعرس،
وانت عندك ملاكاتك، ملاكاتك يعني عندك مبرراتك، مبررات مهمة عندك، بس إذا أنت ما تفهمها وما تقنعها وما تتفاهم وياها بشكل صحيح، هذا قد شنو؟ قد يجعل في نفسها أنه أنت ظالم، وأنت إنسان ظالم. خواتها يرحان، بنات عمها يرحان، بنات خالها خالتها يرحان، ويذكرن شلون شفنا وشلون قعدنا وسولفنا وكذا، هاي تحس بظلم وغبن. فأنت إما اسمعوا جيدا، إما أن تبين لها وتقنعها، فصير بقناعة لما يتكلمون معاه، هي عندها قناعة أن هذا الشيء مو ضروري وما رحت أنا مو ضروري. أما إذا ما تقنعها تفرض عليها ما ترحين يعني ما ترحين، هذا ما ترحين يعني ما ترحين، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. الله سبحانه وتعالى من يقول لنا صلوا يعني صلوا، هذا الله بعد الله حكيم وعليم ويعرف أمورنا. أما أنا خب مو معصوم، لذلك زوجتك يقول لك على أساس ما أروح؟ ليش؟ عندك مشكلة مع عائلتي؟ عندك مشكلة مع أهلي؟ فصير حسب تعبيرنا نفرة. ولذلك تقلت في كلامك، قلت أنا من أفهمها هي تقول أنت ما تحب النقاش، أنا ما أتناقش وياك، يعني يظهر أنت عندك حالة من الشنو؟ الفرض، وهذا غلط. أنا أريد أضبط أهلي، أريد أن أمنعهم من الغلط، بس مو بالفرض الغير المبرر. أبرر لها، أبرر لها، أبين لها. ثانيا، المقاطعة الكلية بهذا الشكل غير صحيح. أنا عندي ثقة بزوجتي، بلي عندي ثقة بزوجتي، زوجتي تسمع كلامي، إيه تسمع كلامي، خلص يا أم فلان، زوجتي يا أم فلان ترحين، أرجوك مسألة رقص ما رقص، مسألة ما أدري كذا تصوير رجاء، ففهمها أنه بمقدار اللي هو حضور، بمقدار الحضور المتعارف المتزن المتعفف البعيد عن الابتذال والبعيد، يمكن أنا أجمع بين الأمرين، يعني أخليها تشارك مع كل الشنو؟ مع كل الالتزامات. إحنا الآن واقعا أقولها بصراحة، يعني بصراحة الآن أهلنا من تروح إلى أعراس أو حفلات تقول لي بنت المرجع الفلاني موجود، بنت المرجع الفلاني والمراجع بناته، ولكن بكل الاتزان وكل الاحترام، هم الملبس وهم الحركة هم الكذا، ومو إلا ابتذال وقضايا واختلاط. فيمكن أن نجمع بين الأمرين حتى لا نحسب أناس معقدون أو أناس متعسفون أو دكتاتوريون أو ما إلى ذلك. لا، خليها حسب تعبيرنا. أول شنو قلت؟ أول قنعها، القناعة مهمة، وثانيا أن نجمع بين الأمرين، هم تحضر بضوابط، تحضر بحدود، ولا تكون هناك مقاطعة كلية وهذا يأثر على نفسيتها. متصل، نعم تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. أني مصادق من الكوت. بلي. والدتي مطلوبة سيارة 40 سنة لأسباب، فتريد حقها من الورث الثمن من البيت مال والدي، تقول بعد وفاتي تنطون الثمن سددون بي صيامي، إلها حق بالثمن بعد ما تتوفى لو ما الحق يتوزع على الورثة، وهي هسه كاتبة وصية بهالشي، جايبة وصية وكاتبة بها انه انتو سددون بصيامي بعد وفاتي بالثمن حقي. صح، مشكورة ام صادق. سؤالها واضح، انه والدتها عليها 40 سنة صوم، بس ليش ما صايمة ما ادري. طبيعة الحال إذا ما بدون مبرر، يعني الصوم بدون عذر شرعي، يعني عليها قضاء وكفارة إذا بدون عذر شرعي، إذا بعذر شرعي فقط قضاء. يقول والدتي الآن ما ماخذة إرثها من زوجها، يعني إرثها اللي هو ثمن ما ماخذته من زوجها موجود، وتقول أنه هذا الإرث اللي أنا حقي موجود عندكم في أملاك الوالد أملاك زوجها، وصت بي على أنه بعد وفاتي تنطو أجور للصوم عني 40 سنة، ف
ففي إشكال لولا؟ الجواب لا إشكال في ذلك. يمكن للمرأة أن تكتب في وصيتها أن حقي من الإرث الذي تركه أبوكم حقي كله، تعطوه في ماذا؟ في أمور هي تراها، صلاة، صوم، حاج، كذا، هي اللي يشوفها. واضح؟ بس أنبه تنبيه أن الزوجة ما لها حق بكل البيت، لأن الأرض الزوجة ما ترث من الأرض، ترث من المنشآت، ترث من الجدران والسقوف والأشجار والنخيل والأموال، أما الأرض الزوجة لا ترث منه، لذلك هذا خلوها في بالكم في تقسيم الإرث. نعم نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي قضية أطرحها ونحب نسمع نصيحتكم بها. تفضل. عندي بنتي متزوجة منذ سنوات وعندها أطفال وعازلة عن عيالها، علاقتها طيبة بعيالها، لكن أدى عمتها تجرحها بالكلام من النوع اللي يعني حسب مصطلحنا الدمحكي، تجرح الواحد بالكلام، هكذا طبيعتها بعد، يعني مع النصح أيضا نصحوها، يعني نصحوها بعض الناس لكن ما يفيد إياها. فهي مع العلم هي ابنتي خادمتهم وقاضية المحاجاتهم وزوجها أيضا، من النوع اللي شايف واجبة ويا أهله ويا والديه يقضي لهم حاجاتهم. فتقول هذه العمة تسبب لي أذية في الكلام، تجرحني. فتقولاني إذا زوجي يروح الأهل ذولا أهله ومن حقهم عليه، لكن أني هل أستطيع أن أخفف روحاتي، مو أقطع في الدورة، أخفف روحاتي أقللها بحيث يعني حتى لا تأذيني هاي العمة بكلامها؟ يعني هل لا يعتبر، هل يعتبر قطع رحم؟ لأن هي جاي تأذيني، كلامها جاي يأذيني. واضح واضح واضح. مشكورة يا أختي الكريم على هذا السؤال المهم. أنه بنتها تعيش بحياة سعيدة مع زوجها وعندها أطفال ومنفصلة، يعني في بيت مستقل، ولكن لما يزوروا أهل زوجها، أم زوجها تجرحها بالكلام وتذبلها كلمات مؤذية. سؤالها تقول أنه أنا يمكن أن أخفف روحاتي بيت أهل زوجي أو لا؟ الجواب أنا ما أدري زوجك، يعني ابن عمك ابن خالك، ما أدري. إذا غريب زوجك فأهل زوجك ليسوا رحم، يعني مو رحم، ليسوا أرحاما، فإذا قاطعتيهم أنت ما يسموك قاطع رحم. إذا غربة، إذا زوجك من عائلة غريبة، من شخص يعني مو من أولاد عمك، فمو رحم هذا، فيمكن الإنسان ماذا؟ أن ما يزورهم. ونصيحتي أنه إذا واقعا أم زوجك نبهتيها كم مرة، عمة ترى الكلمة شوية ثقيلة، يا عمة ترى الكلمة جارحة، وما يفيد وياها، إذا ما يفيد عدها طبيعة مثلا أن تضرب شنتها بطريقة أو بأخر. هنا أنا أنصح خفف الذهاب، روحي بس بدل أنه بالسبوع 3 مرات، لا بالسبوع مرة، بدل بالأسبوع مثلا مرة، بالأسبوعين مرة. يا أبي وين زوجتك؟ مشغولة كذا ما أجتي. يعني في الواقع حسب تعبير الرواية، زد غبا تزدد حبا، كل ما واحد يقلل الذهاب قد محبة تزيد، أما كل يوم رايحة كل يوم رايحة قد ماذا؟ تسبب مشاكل. أنا هيك أنصح أنا أنه إذا هي ما يفيد وياها الحكي وما تغير طريقتها فخففي. وقطع الرحم ما يصير، حتى لو بالتليفون سلام عليكم عم شلون صحتكم زين إن شاء الله تعالى نسألكم الدعاء وفي أمان الله، هذا صلة رحم إذا من رحمك، إذا هي من رحمك. أما إذا غربة قلتها مو قطع رحم يعني. فإذا هذا يحتاج اتفاق مع زوجك أنه يا أبو فلان أمك على حال الله يحفظها هالشكل، وأنا جاء أتأذى مرة مرتين كذا، فأرجوك أنت تروح إن شاء الله تودي الأطفال كذا وأنا مشغولة بالبيت إن شاء الله بعدين أروح، وهكذا حتى
نقلل الاحتكاك، نقلل الاصطدام. كلما يقل الاصطدام قد ماذا؟ المشاكل تقل أكثر. يظهر وقتنا انتهى، الله يحفظ الجميع إن شاء الله تعالى. وما على حال إن شاء الله ما تنسون، وما أوصيكم أنه ادعوا للآخرين. اللهم وفق المؤمنين والمؤمنات لما فيه الخير وما فيه الخير والصلاح. اللهم عجل لوليك الفرج. دعاء للمؤمنين هذا يرجع لنا كثير من الخيرات وتستجاب أدعيتنا. اللهم وفق جميع المؤمنين والمجاهدين والمثابرين والعاملين في سبيل الله، وفقهم في عملهم، وعجل في ظهور إمام زماننا. اللهم ارحم شهداءنا، عافي جرحانا. إخواني لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.